السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا في ظل الظروف الراهنة اللي بيمر بيها العالم، ظهر دور الكوميونتي بشكل واضح جدا. كل يوم بنسمع عن الإجراءات الوقائية والطب الوقائي، بنسمع عن إحصائيات عدد الإصابات وعدد الوفيات، بنسمع عن أبحاث بتتعمل على اكتشاف لقاح وعلاج للكورونا. فبالتالي الكوميونتي مكتسح ساحة العلم بشكل كبير جدا. احنا هنتكلم عن الثلاث مواضيع دول، هنتكلم عن الميديكال ستاتكس وهو الإحصاء، هنتكلم عن الريسيرش وهو البحث، وهنتكلم عن الكواتشينير وهو الاستبيان اللي بيخدم البحث. نبدأ بسم الله بالميديكال ستاتكس. هنتكلم في الإحصاء عن ثلاث عناوين: أول حاجة الديفينيشن، تاني حاجة الكومبوننت، وتالت حاجة التايب اوف الداتا. نبدأ بالديفينيشن اوف الستاتكس عموما. يعني ايه الإحصاء؟ It is the science of a number which gives accurate presentation of the fact, characteristics, significance. يعني هو علم الأرقام اللي بيقدم عرض دقيق للحقائق وخصائصها وأهميتها. طيب أنا عايز الإحصاء أدخلها في مجال الطب، فيظهر عندي مصطلح الميديكال استاتيكس. It is the science which apply the principle of the statics in the field of the health. يعني هو العلم اللي بيطبق أساسيات الإحصاء في مجال الطب. طيب إيه هو الكومبوننت أوف الميديكال ستاتيكس؟ مكوناته ثلاثة: statical method, biostatics, demography. الستاتيكال ميثود ثلاث حاجات: كوليكشن للداتا، يعني أجمع الداتا وبعدين أعمل لها بريزنتيشن في جدول أو منحنى، وبعدين أعمل لها أناليسز للداتا دي على حسب أحللها على حسب القوانين. تاني حاجة البايوستاتيكس، وهو جزء من الإحصاء مختص بالعمليات الحيوية البيولوجي. زي إيه؟ زي عدد المواليد، عدد الوفيات، عدد المرضى، وعدد الأصحاء. تالت حاجة الديموغرافي، وهو علم السكان، إحصائية السكان وعدد السكان في البلد دي. إيه؟ ده كده الثري كومبوننت. قلنا الستاتيكال ميثود تلاتة: كوليكشن للداتا، جمعها واعمل لها بريزنتيشن في تيبل او جراف، جدول او منحنى، واعمل لها اناليسيز للداتا دي بقوانين. ندخل بعد كده على التايب اوف الداتا. طب هو يعني ايه اصلا داتا في الاول؟ الداتا دي يعني اي حاجة بدور عنها. يعني مثلا ان شاء الله اما نتخرج باذن الله ونيجي نعمل مثلا رسالة الماجستير، مثلا بتتكلم عن الهايبرتنشن، يبقى انا بجمع الداتا والمعلومات كلها عن الهايبرتنشن، وبيحصل مثلا عند رقم كام، البلد بريشر الطبيعي كام، وامتى اقول البلد البريشر دوت لا ده خطر. فببدا اجمع كل المعلومات المتعلقه بالموضوع ده. طيب التايب اوف الداتا نوعين: كونستانت وفاريبل. كونستانت يعني حاجه ثابته مش بتتغير من شخص لاخر. يعني احنا كلنا عندنا خمس حواس، مثلا في الطبيعه عدد فصول السنه اربعه، حاجه ثابته مش متغيره. اما الفاريبل لا، ده بيتغير من شخص لاخر، زي مثلا فصيله الدم A B A B O، كل واحد له فصيله مختلفه عن الاخر. في الحياه عموما الديانه، في مسلم، في مسيحي، في يهودي، يبقى دي حاجة متغيرة. ولأنها متغيرة دي المهمة اللي هندرسها، لأن أي جدول أو منحنى هيبقى قائم على الفاريابل داتا. الفاريابل داتا نوعين، وكل نوع منهم بينقسم لنوعين تاني. طيب النوعين بتوع الفاريابل داتا كوانتيتاتيف وكواليتاتيف. كوانتيتاتيف يعني أرقام، أما الكواليتاتيف لا، حاجة تانية غير الأرقام، مش أرقام. طيب انا هتلخبط، طب انا عايز حاجه تفكرني بحيث ان انا ما اتلخبطش ما بينهم. الكوانتيتاتيف ان يبقى نمبر، ارقام. اما الكواليتاتيف ال، لا ارقام، مش ارقام. طيب الكوانتيتاتيف قلنا بتتقسم لنوعين تانيين، وهما الكونتينوس والديسكريت. اما الكواليتاتيف بتتقسم لاوردينال ونومينال. طيب عايزين نفهم بقى كل واحد كده معناه ايه. هنبدأ بالكوانتيتيف، قلنا ان يعني نمبر، ارقام، بتتقسم لي كونتينيوس وديسكريت. كونتينيوس يعني ارقام فيها كسور عشرية، اما الديسكريت رقم صحيح مفهوش اي كسر عشري. طيب انا برضو هتلخبط وعايز حاجة تفكرني وتفرق لي ما بينهم. الكونتينيوس كسر عشري، كونتينيوس بالكاف، فيها كسر عشري بالكاف.
اما الديسكريت رقم صحيح، ديسكريت صحيح. طيب الكونتينوس دي اي حاجه بتتقاس، زي ايه يعني؟ زي الوزن مثلا 60.5، الطول 170.5. طيب البلاد بريشر، جهاز الديجيتال هيطلعه لي بارقام 10. التمبريتشر بتاع جسمي مثلا 37.5، يبقى اي حاجه رقم فيه كسر 10. اما الديسكريت لا، ده الرقم صحيح وبيجي بالكاونتنج بالعد، يعني مثلا عدد افراد الاسره 1 2 3 4، ما ينفعش اقول 4.5، ما ينفعش طبعا. عدد المرضى، البلس ريت، القلب بيدق 70 دقة في الدقيقة، دي دورة كاملة مش حاجة فيها أرقام عشرية، يبقى ده أرقام صحيحة. يبقى احنا عرفنا الكوانتيتيف بالإن يعني نمبر، وبتنقسم لكونتينوس بالكاف يبقى فيها كسر 10، وديسكريت رقم صحيح. ندخل بعد كده على الكواليتيتيف. قلنا ال يعني لا ارقام، يعني ايه؟ يعني حاجه ما فيهاش ارقام، زي مثلا فصيله الدم قلنا A B A B O، الديانه مسلم مسيحي يهودي، حاجه ما فيهاش ارقام. ودي بنقسمها لحاجتين تانيين برضو، اوردينال ونومينال. والاوردينال دوت اللي هو حاجه بتترتب جايه من الاوردر، اما النومينال حاجه مش بتترتب. طيب انا برضو عايز حاجه تفكرني ما احس ما تلخبطش ما بينهم. اوردينال اوردر، ترتيب جايه من الاوردر ترتيب، اما نومينال نو بدا بنو، نومينال نو اوردر يعني مش بترتيب. طب يعني ايه الاوردينال؟ زي ايه؟ زي مثلا مستوى التعليم، حاجه بنرتبها بتبدا بامي وبعدين يقرا ويكتب وبعدين ابتدائي اعدادي ثانوي، حاجه بتترتب. زي مثلا السوشيو ايكونوميك ليفل، في هاي في مودريت في لو، مترتب، ما ينفعش اقول هاي واقول لو واقول مودريت، لا بالترتيب. السيفيريتي اوف الديزيز، سيفير ومودريت ومايلد، ما ينفعش اقول ابدا بمودريت وبعدين مايلد وبعدين اقول سيفير، لا بالترتيب. تيومر جريدنج، جريد 1 جريد 2 جريد 3. اما النومينال دي حاجه مش بتترتب، زي ايه يعني؟ زي الماريتال ستيتس، في عزب ومتزوج ومطلق، ممكن اقولها عزب ومطلق ومتزوج، يبقى حاجه مش بتترتب. زي مثلا قلنا البلاد جروب A B A B O، ممكن اقولها A و A B و B و O. طيب الطيب اوف البلاد بريشر، طيب اوف البلاد بريشر غير البلاد بريشر، اخد بالي البلاد بريشر دوت اللي هو جهاز الديجيتال هيطلعه لي برقم 10 رقم، يبقى كوانتيتيف، ولانه كسر 10 يبقى كونتينوس. اما الطيب هنا في البلاد بريشر ده الطيب سيستول او دايستول، وممكن اقول دايستول او سيستول، يبقى هو ايه؟ مش رقم، يبقى نومينال كواليتيتيف. يبقى الكواليتيتيف عندنا اوردينال اوردر جاي من اوردر ترتيب، ونومينال نو اوردر مفهوش ترتيب. يبقى احنا عرفنا التايب اوف الداتا كونستانت وفاريبل، والفاريبل قسمناها لنوعين تانيين كوانتيتيتيف وكواليتيتيف. الكوانتيتيتيف ان نمبر فيها كونتينوس كسر 10 وديسكريت رقم صحيح، اما الكواليتيتيف ال لا ارقام، يبقى اوردينال ترتيب ونومينال نو اوردر مش ترتيب. طيب هنا بيقول لك المنشن التايب اوف ايتش فاريبل. الماريتال ستيتس قلنا ان هو اعزب ومتزوج ومطلق، يبقى حاجه مش ارقام، ولانه هنبدا نقول ان هو فاريبل الاول، ولانه مش ارقام يبقى كواليتيتيف، ولانه عادي ممكن مرتبهوش يبقى نومينال نو اوردر. يبقى الماريتال ستيتس فاريبل كواليتيتيف نومينال. طيب التمبريتشر، التمبريتشر قلنا ان هو ممكن يبقى 37.5 رقم وفي كسر 10، يبقى في الاول هو فاريبل، ولانه رقم هقول كوانتيتيف، ولانه في كسر 10 هقول كونتينوس. بعد كده السوشيال كلاس قلنا ان هو هاي ومودريت ولو، في الاول هقول ان هو فاريبل، ولانه ما فيهوش ارقام يبقى كواليتيتيف، ولانه بالترتيب يبقى اوردينال. البلس ريت قلنا ان هو بيبقى 70
70 يبقى variable، ولأنه رقم يبقى quantitative، ولأنه مفهوش كسر 10 يبقى discrete، رقم صحيح. الويت قلنا ان هو مثلا 60.5 يبقى هو variable، ولأنه رقم يبقى quantitative، ولأنه فيه كسر 10 يبقى continuous. آخر حاجة الاي color، ممكن يبقى بني، اسود، اخضر، يبقى هو variable ولأنه مش أرقام يبقى qualitative، ولأن ممكن أقول أسود أخضر بني مش مترتب يبقى nominal. يبقى احنا كده عرفنا في الجزء ده، عرفنا الـ definition of the statics والـ medical statics، وعرفنا الـ component 3 component 3 component اللي هما الـ statical method والـ biostatics والـ demography، وعرفنا الـ type of الـ data اللي هو constant و variable، وال variable quantitative و qualitative، وال quantitative عرفناها continuous و discrete، وال qualitative ordinal و nominal. ندخل على الجزء اللي بعده وهو ال research methodology، وفي الجزء ده هنعرف أربع عناوين: ال definition و ال character، ايه هي الخصائص البحث، و ال steps، ايه هي خطوات البحث، وال ethical issue، ايه هي أخلاقيات البحث. نبدأ بالدفينيشن. الدفينيشن البحث هو عملية collecting, analyzing, interpreting information to answer question، هو عملية تجميع معلومات وتحليلها وتفسير المعلومات دي عشان نحل مشاكل أو نجاوب على أسئلة، زي مثلا الدواء دوت جاب نتيجة ولا لا، الدواء دوت له آثار جانبية ولا لا، الدواء ده أثر بشكل كبير في علاج المرض ده ولا لا. طيب ندخل بقى على الكاركتر. الكاركتر اللي هي خصائص البحث نعملها في نمونيك كده بسيط، حاجة سكيمة كده اللي هي accurate CVS. احنا عارفين الدورة الدموية والقلب جهاز دقيق جدا، فهن ايه هنقول accurate CVS 2C و2V 1S واكيوريت. accurate والاثنين سي هما الكنترولد والكريتيكال، والاثنين في valid وverifiable، والاس systematic. طيب يعني ايه كل واحدة فيهم؟ الكنترولد انا في الدراسة بتاعتي هجيب مجموعتين من الاشخاص، المجموعتين متشابهين في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة بس مختلفين فيها، وهي مثلا الريسك فاكتور اللي انا هعمل البحث عنه. فهجيب اتنين مثلا مجموعتين، الاتنين ميل والاتنين سنهم زي بعض 45 سنة، والاتنين سلام مش بيشتكوا من اي امراض، وبس مختلفين ان مجموعة مدخنين ومجموعة غير مدخنين، وهبدأ اشوف تأثير التدخين ده، اتابعهم لفترة واشوف تأثير التدخين ده ممكن يسبب لونج كانسر في اني مجموعة، يبقى ده كنترولد. اما الاكيوريت حاجة دقيقة، معلومات تكون دقيقة جدا في البحث. السيستماتيك متبع نظام، يعني ماشي على ترتيب معين، خطوات في البحث اللي steps of research، ودي اللي هناخدها بعدها. طيب valid، valid يعني صالح، يعني انا البحث بتاعي بيتكلم عن الدايابيتس، يبقى التحليل اللي انا هعمله هعمل تحليل عن البلاد شوجر، ما اعملش مثلا عن البلاد بريشر، ما تطرقش للهايبرتنشن، لا انا كل تركيزي في منحصر في الديابيتس. طيب الفيريفايبل اند امبريكال الاثنين بنفس المعنى، وهو ان هو الحاجات دي المعلومات دي مثبته، مثبته وجايه نتيجه تجربه، يعني مش جايه عشوائي، ده يعني الفيريفايبل والامبريكال. واخر حاجه الكريتيكال زي الاكيوريت، معناه ان المعلومات تكون دقيقه وفيها مصداقيه. يبقى احنا عرفنا الكاركتر اكيوريت سي في اس 2 سي كنترولد وكريتيكال 2 في فاليد وفيريفايبل واس سيستماتيك. ندخل بعد كده بيقول ان الريسيرش بروسيس عامل زي الرحله، رحله البحث عن الحقيقه، وفي رحلتي دي لازم يكون عندي حاجتين: اول حاجه المشكله اللي انا هعمل عنها البحث، وتاني حاجة ازاي هجد حلول للمشكلة دي. نيجي بقى للـ steps of research. الـ steps 9 خطوات، وهتنور في دماغي ب9 كلمات. نبدأ بأول خطوة formulating research problem، يعني أطلع المشكلة اللي أنا هعمل عنها البحث. from 4P
people الناس اللي هعمل عنهم البحث، problem المشكلة بتاعتي اللي قائم عليها البحث، program النظام اللي هنمشي عليه في البحث والبرنامج، الفينومينا الظاهرة معينة. تاني حاجة extensive literature review from a book and journal. literature ده يعني مرجع، يعني انا عايز قبل ما ابدأ البحث بتاعي اجمع كل المعلومات اللي انا محتاجة في البحث ده واجمعها من مرجع او من كتاب او من جريدة. رقم 3 developing objectives، احدد الهدف، اهدافي ايه من البحث ده. يعني مثلا هعمل بحث عن اللونج كانسر، فبالتالي انا عايز اربط ما بين اللونج كانسر وما بين السموكينج، وعايز اوضح واثبت ان التدخين له اثار ومخاطر كبيره لدرجه انه بيعمل لونج كانسر، وعايز اوصل في النهايه ان اوعي الناس واعمل لهم هيلث اديوكيشن عن اضرار التدخين. يبقى ده هدفي من البحث. بعد كده التايب اوف الريسيرش، هو observational ولا experimental. عايز احدد نوع البحث، هو observational يعني بدون تدخل، مجرد ان انا بجيب مجموعتين واتابعهم لفترة معينة من غير ما اتدخل، ولا experimental لا ده انا ممكن اجرب عليهم دواء. يبقى حدد النوع من الاول. رقم 5 preparing research design including sample design، يعني اجهز العينة اللي هشتغل عليها sample design. يا ترى انا محتاج إن كل الناس اللي دخلالي اعمل عليهم البحث واعمل عليهم التحليل ده، ولا انا ناس معينة هعمل عليهم والناس التانية لا مش هعمل عليهم. يبقى انا اختار السامبل ديزاين. رقم 6 collecting للداتا. 6 و7 و8 هما نفس تعريف الريسيرش، collecting للداتا، analysis للداتا، interpretation. collecting للداتا اجمع الداتا اللي انا محتاجها في البحث من كواتشينير اللي هو الاستبيان. الاستبيان ده ورقه مكتوب فيها مجموعه من الاسئله، تحتها مجموعه من الاجابات، وبتتوزع على مجموعه من الاشخاص اجمع منهم ارائهم وداتا، وده هنتكلم عنه بالتفصيل الاستبيان. رقم 7 قلنا analysis للداتا، اشوف بقى من الاستبيان ده كم واحد قال انه مدخن وكم واحد قال انه مش مدخن، وابدأ احول الداتا اللي عندي دي لارقام. رقم 8 generalization و interpretation. generalization يعني انشر في جريدة البحث بتاعي واعمل له تعميم generalization، و interpretation طبعا افسر كل حاجة انا كاتبها في البحث. رقم 9 preparation الريبورت and presentation of the results، يعني اكتب تقرير واكتب فيه اهمية الهيلث education ووعي الناس والسيفتي ميجر، واعمل presentation للريزلت اللي انا وصلت له. يبقى خطوات البحث 9 كلمات بتنور في دماغي: formulating problem، literature review، objectives، type of research، sample design، وتلاتة ورا بعض اللي هي العناوين اللي هي جايه من التعريف، ثلاثة ورا بعض: collecting الداتا، analysis للداتا، generalization وinterpretation، واخر حاجة الريبورت and presentation of الداتا. نيجي بقى لإثيكال ايشو، وهي اخلاقيات البحث. يعني ايه؟ يعني المريض اللي انا باخد منه المعلومات له حقوق لازم اراعيها. يبقى اي بحث هيتعمل على شخص لازم في اخلاقيات وحقوق للمريض ده لازم اراعيها. طيب الحاجات اللي هي الاثيكال ايشو دول 5 حاجات بتنور في دماغي بخمس كلمات. اول حاجه سيكينج كونسنت، لازم اخد موافقه من العيان الاول واستاذنه: حضرتك ممكن اخد منك معلومات؟ يقول اه او لا براحته، انما ما ينفعش ادخل على طول وبساله الاسئله. طب هو ممكن يتحرج فمش هيقول لك لا خلاص انت بتسأله، بس مش هيبقى حابب الموضوع فمش هيديك كل المعلومات اللي انت محتاجها. يبقى انا من البداية اخد موافقة المريض. informed consent،
الموافقة اللي أنا هاخدها من المريض دي تتضمن إن العيان يبقى عارف الـ type of information، نوع المعلومات اللي أنا هاخدها منه، هو الـ information is being sought، ليه أنا هاخد منه المعلومات دي، what purpose it will be put to، وإيه الغرض اللي هتستخدم فيه المعلومات دي، و how they are expected to participate in the study، وإزاي هم هيقدروا يشاركوا في الدراسة دي، and how it will directly or indirectly affect them، وإزاي هتأثر عليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الموافقة اللي أنا هاخدها من المريض لازم تكون voluntary، يعني بإرادته بدون أي ضغط، ودي مهمة جدا. كده خلصنا أول خطوة وهي الموافقة. تاني حاجة providing incentives، يعني الدافع أو المكافأة. المفروض إن الناس اللي هتشارك في البحث ده ما تكونش هتشارك عشان في مكافأة أو دافع، لا، تكون بتشارك من عشان في دافع داخلي، هي عرفت أهمية البحث ده وعرفت أهداف الدراسة دي من الموافقة اللي أنا كنت واخد منها informed consent وقايل لها الحاجات وأهداف البحث، فهي عايزة تشارك عشان عرفت أهميته مش عشان في مكافأة. ولكن أنا ممكن أستخدم المكافأة بس بعد ما أخلص البحث وأخد المعلومات، و كنوع يعني اقدمه في الاخر كنوع من الشكر، ما ينفعش اقدمه في الاول ويبان هو ممكن يبان رشوة مثلا، لا، في الاخر كنوع من الشكر. يبقى اول خطوة اخدنا الموافقة، وتاني خطوة providing incentives الدفع. تالت حاجة seeking sensitive information اللي هو المعلومات الحساسة او المحرجة. يبقى الحاجات دي انا ممكن اتجنبها، زي ايه؟ زي الانكم، في ناس ما تحبش تقول الدخل بتاعها. طيب انا عايز اعرف، انا محتاج المعلومة دي في البحث بتاعي، ممكن اقولها بطريقة تانية، يعني اساله هو انت بتصرف كام في الشهر. طيب حاجة تانية مثلا زي الدراج ابيوس، في ناس اللي هم المدمنين ما بيبقوش حابين يقولوا. طيب زي مثلا الماريتال ستيتس، هي مثلا ارمله او مطلقه فمش حابه تقول، خلاص اتجنب. زي وفي مثلا زي الايدج، السن، في ناس كبار مش حابين يقولوا سنهم، خلاص اتجنب المعلومات دي لانها may upset or embarrass الريسبوند، ممكن تسبب له ازعاج او احراج، يبقى اتجنبها. نيجي رقم 4، البوسيبيليتي اوف كوزينج هارم، احتمالية ان يحصل ضرر للمريض اللي انا باخد منه. يبقى ما ينفعش ان الدراسة دي تسبب لهم اي ضرر من اي نوع، يعني مش ما ينفعش اعرضهم للاكس راي والراديشن عشان انا عايز اعرف هيجي لهم لوكيميا ولا لا، ما ينفعش طبعا اسبب لهم لوكيميا. يبقى ما ينفعش ان الدراسة تسبب لهم اي ضرر من اي نوع. اخر حاجة maintaining confidentiality، الثقة المتبادلة، لازم يكون في ثقة، والمعلومات اللي انا اخدها من المريض احتفظ بيها وما استخدمهاش في اي غرض اخر غير البحث. كده اخلاقيات البحث، 5 كلمات بتنور في دماغي: seeking consent، incentives، sensitive information، causing harm، وconfidentiality. في MCQ اللي هي informed consent implies that the subject are aware of the type of information you want from them، ولا how subject are expected to participate in the study، ولا subject are aware of the expected benefit hazard of the study، ولا all of the above. طبعا all of the above، subject هنا يعني البيشنت اللي انا هعمل عليه الدراسة. كده احنا خلصنا جزء الريسيرش وعرفنا فيه 4 عناوين، عرفنا الديفينيشن في 3 كلمات collecting analysis وinterpretation، عرفنا الكاركتر في سكيما اللي هي accurate CVS و2 C و2 VUS، 2 C critical وcontrolled، الاتنين V valid وverifiable، والS systematic. عرفنا الستيبس في 9 كلمات بتنور في دماغي: formulating problem، literature review، objectives، type of research، sample design، وثلاثة ورا بعض من التعريف: collecting data، analysis للداتا، generalization وinterpretation، والreport and presentation of الداتا. دخلنا بعد كده على الethical issue وعرفنا اخلاقيات البحث في 5 كلمات بتنور في دماغي: seeking consent، incentives، sensitive information، causing harm، وconfidentiality. ندخل بعد كده على الكواتشينير، والكواتشينير هو الاستبيان، قلنا ورقة مكتوب فيها مجموعة من الأسئلة وتحتها مجموعة من الإجابات، بتتوزع على مجموعة من الأشخاص عشان هتخدمني في البحث، سواء بحث تعليمي أو تقييمي.
وهنعرف في الكواتشينير 3 عناوين: الامبورتنس اهميته، والتايب اوف الكويتشن ايه نوع الاسئله اللي انا هكتبها، ووات افويدد ان الكويتشن وايه اللي انا هتجنبه في الاسئله وانا بكتبها. طيب اول حاجه، ايه اهميه اصلا الكواتشينير؟ هو اهم طريقه لتجميع الداتا. طيب الكواتشينير بيساعدني ان انا to gather information، اجمع معلومات عن النولج، الاتيتيود، الاوبينيون، البيهيفير، الفاكت. يعني الشخص مثلا عنده معلومات، عارف مشاكل التدخين، فعنده نولج، عنده معرفه ودرايه باضرار التدخين، فبالتالي كون اتيتيود، كون وجهه نظر ان التدخين مضر بالصحه، فبالتالي هو له اوبينيون، له راي ان هو بيكره التدخين، فبالتالي البيهيفير بتاعه تصرفه ان هو مش بيدخن، وبالتالي الفاكت اللي احنا وصلنا لها ان التدخين مضر بالصحه. طيب بعد كده، ايه هو نوع الاسئله اللي انا هسالها؟ هما نوعين: open ended و closed ended. الopen ended سؤال مفتوح انا سايبه هو يجاوب من عنده، انما الكلوزد اندد ده سؤال له اجابات محدده وهو يختار منها. زي مثلا الاوبن اندد، بسال مثلا المريض: هو انت بتشتكي من ايه؟ فيبدا بقى يوصف لي هو بيشتكي من ايه. بيشتكي من صداع، من سخونيه، ومن مغص. غير لما اساله في الكلوزد اندد: هو انت بتشتكي من صداع؟ هيقول اه او لا. هو انت بتشتكي من مغص؟ هيقول اه او لا. فانا حددت له اجابته. طيب كل واحد فيهم له فايده وله عيب. الاوبن اندد فايدته ان انا عرفت وجهه نظره ورايه والاتيتيود بتاعته، اما عيبه ان انا مش هقدر اجمع معلومات، مش هقدر يعني احللها. يعني ايه؟ يعني مش هقدر اقول كم واحد قال كذا وكم واحد قال كذا، لان كل واحد بيجاوب من وجهه نظره، مفيش اجابات متشابهه. اما الكلوزد اندد فايدته ان انا هقدر احلل الداتا ديت واجمعها، هشوف كم واحد قال هو مدخن وكم واحد قال مش مدخن، كم واحد قال هو مدمن وكم واحد قال مش مدمن، وهبدا احول الداتا دي لارقام. عيبه ان هو ممكن الاجابات اللي مكتوبه تحت السؤال مش مغطيه جميع الاحتمالات، يبقى انا لازم اراعي الحته دي وان الاجابات تغطي جميع الاحتمالات. طيب الاوبن اندد هنا بيقول: What is the cause of a discontinuation of a last contraceptive method you have used؟ ايه السبب اللي خلاك توقفي اخر وسيلة منع حمل كنت مستخدماها؟ فهنا انا سبت لها الاجابة، هي تجاوب من عندها. غير لما في الكلوزد اندد اسألها نفس السؤال وتحته اجابات معينة وهي تختار منها الاجابة: Desire to get pregnant؟ هو انت عايزة تحملي؟ ولا departure of the husband؟ الزوج مسافر؟ ولا divorce؟ طلاق؟ ولا ديس اوف الهازبند؟ وفاة الزوج؟ ولا اكسسيف بليدنج؟ هو بيسبب لك نزيف؟ ولا جاينيكولوجيكال بروبلم؟ مشاكل نساء والدكتور قال لك وقفي؟ ولا ميديكال كومبلين بتشتكي منه مسبب لك مضاعفات؟ ولا بينج بريجننت ديورنج اس يوز؟ ولا حصل حمل اثناء استخدامه؟ ندخل بعد كده على اخر حاجه وهي وات تو بي افويدد. ايه اللي انا هتجنبه في الاسئله وانا بكتبها؟ 6 حاجات هتنور في دماغي، 6 كلمات: leading question السؤال اللي بيدل على الاجابه، emotionally loaded السؤال اللي فيه الفاظ خارجه وغير لائقه، questions that assume knowledge of technical terminology السؤال اللي فيه الفاظ علميه، double barreled question السؤال اللي بيحمل اكتر من استفسار، use of negative استخدام النفي، vague imprecise ambiguous question السؤال اللي في ملهوش معنى محدد وغامض وغير دقيق. طيب نبدا بالليدنج question: How often do you attend the health education session class؟ انت كم مره حضرت المحاضره؟ كم مره؟ طب هو انت عرفت منين؟ ما يمكن انا ما حضرتش. هو انت ليه سؤالك اتحط بناء على ان انا حضرت؟ طب ما انا ممكن ما اكونش حضرت. طب انا اجاوب اه ولا لا؟ طب هو ممكن ده يخلي الشخص اللي قدامي يريبورت اور اوفر ريبورت الاتندنس ذات از وردنج اسيوم ذات، ممكن يقول ان هو حضر 3 4 مرات، او يبالغ اوفر ريبورت ويقول ان هو بيحضر دايما لان السؤال بيقول كده، وممكن هو ما يكونش بيحضر. يبقى انا ليه من الاول كنت سالته هو انت بتحضر ولا لا، وبناء على الاجابه اساله انت حضرت كام مره؟ طيب الايموشنالي لودد وورد يعني استخدام الألفاظ الخارجة وغير لائقة، زي Do you consider the smoking or bad or dirty habit؟ طيب أنا ليه أستخدم كلمات strong كده
وغير لائقة ممكن تشوه الإجابة وتحير. أنا ليه ما استخدمش مثلا Do you consider smoking a harmful habit؟ دي تبان إن هي أشيك شوية. بعد كده ال questions that assume knowledge of a technical terminology، السؤال اللي فيه ألفاظ علمية. أنا مش عارف الاستبيان ده هيجي في إيد واحد متعلم ولا واحد أمي. أنا مش عارف إن الاستبيان دوت الكلمة اللفظ العلمي ده هيوصل للي بيقرأه ولا لأ، لأن اللي بيقرأه هو أنا مش قدامه عشان يسألني أنت قصدك إيه. يبقى أنا لازم أراعي من الأول إن ما استخدمش لفظ علمي هيكون صعب على اللي ماسك الاستبيان ده. يبقى مثلا بدل ما استخدم جوندس استخدم يلو كولورد سكين اند سكلير، افسرها. بعد كده الدبل بارلد كويتشن اللي هو اللي بيحمل السؤال اللي بيحمل اكتر من استفسار. هاف يو هاد نوزيا فوميتنج ابدومينال كوليك، هو انت عندك قيء وترجيع ومغص؟ طب انا ممكن يكون عندي مغص بس ما عنديش ترجيع. طب انا اقول ولا لا؟ طب انا اقول على الابدومينال كوليك واقول لا على الفوميتنج؟ طب انا دلوقتي انحصرت في الاجابه. طب انا ليه من البدايه ما اعملش السؤال بتاعي يكون ايه الشكوى اللي انت بتشتكي منها، ايه الاعراض اللي بتشتكي منها، واكتب تحتها الاجابات تحت بعض نوزيا فوميتنج وابدومينال كوليك، وهو يختار على حسب الشكوى اللي عنده. بعد كده استخدام النيجاتيفز زي Are you against not having smoking in a public place؟ هو انت ضد عدم التدخين في الاماكن العامة؟ ضد وعدم؟ طب انا اجاوب ولا لا؟ طب هو السؤال فيه against اقول هو السؤال فيه not اقول لا؟ طب انا ليه طب هو نفي النفي اثبات؟ طب انا ليه اصلا من الاول احيره؟ ليه؟ يبقى انا اتجنب استخدام النفي في السؤال. اخر حاجة الفي كويتشن اللي هو السؤال ملهوش معنى محدد زي Do you know many elderly people؟ elderly ممكن ورقة الاستبيان دي تكون في ايد طفل عنده 10 سنين وفي دماغه الالدري دول هم عندهم 30 سنة. ممكن ورقة الاستبيان دي تيجي في ايد واحد عنده 30 سنة وفي دماغه الالدري دول اللي عندهم 50 سنة. ممكن الورقة تيجي في ايد واحد عنده 50 سنة وفي دماغه الالدري دول اللي عندهم 80 سنة. يبقى انا ليه من الاول كنت اسال عن السن اللي انا محتاجه؟ احدد السؤال والكلمه اللي انا محتاجها. وكمان ما ينفعش استخدم كلمات زي many often occasionally regularly enough، لان الكلمات ديت هتختلف في معناها من شخص لاخر. كده احنا خلصنا اللي هو what avoided in a question في 6 كلمات بتنور في دماغي: leading question، emotionally loaded، technical terminology، double question، negative و vague question. يبقى في الكويتشنير عرفنا ال importance بتاعه collecting data، ال type of question open ended و closed ended، what avoided هو ال leading question، emotionally loaded، technical terminology، double barreled question، negative و vague question. طيب يبقى احنا نلخص المحاضرة كلها في 3 أجزاء. أول جزء عرفنا في الميديكال استاتيكس، عرفنا 3 عناوين الديفينيشن اوف الاستاتيكس اند الميديكال استاتيكس، وعرفنا الكومبوننت بتاع الميديكال استاتيكس، وعرفنا التايب اوف الداتا كونستانت وفاريبل، والفاريبل كوانتيتيف بالان يبقى نمبر، وكواليتيف بالال يبقى لا ارقام. الكوانتيتيف قسمناه لي كونتينوس وديسكريت. الكونتينوس بالكاف يبقى كسر 10، والديسكريت فيها رقم صحيح. والكواليتيف قلنا اوردينال ونومينال. اوردينال جايه من اوردر ترتيب، ونومينال نو اوردر ما فيهوش ترتيب. بعد كده دخلنا على جزء الريسيرش وعرفنا فيه 4 عناوين. اول حاجه الديفينيشن 3 كلمات: كولكتنج، اناليسيس، وانتربريتيشن. والكاركتر عرفناها في سكيما اكيوريت سي في اس، واتنين سي كنترولد وكريتيكال، اتنين في فاليد وفيريفايبل، والاس سيستماتيك. الستيبس بتاع الريسيرش 9 كلمات بتنور في دماغي: فورميوليتنج بروبلم، لتريتشر ريفيو، اوبجكتيفز، التايب اوف الريسيرش، سامبل ديزاين، و3 كلمات ورا بعض من التعريف: كولكتنج الداتا، اناليسيس للداتا، انتربريتيشن، وجنراليزيشن، واخر حاجه الريبورت اند بريزنتيشن اوف الريزلت. بعد كده الايثيكال ايشو 5 كلمات بتنور في دماغي: سيكينج كونسنت، انسنتيفز، سينسيتيف انفورميشن، كوزينج هارم، كونفيدنشياليتي. اخر حاجه ده اللي هي الكواتشينير 3 عناوين: امبورتانس اهميته، كولكتنج الداتا،
type of question open ended و closed ended. What avoided in the question 6 كلمات بتنور في دماغي leading the question emotionally loaded technical terminology double barreled question negative والفيد question. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا وشكرا لحسن استماعكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله